يبقى النهارده لو هنعنون الحلقه نقول الزيوت العطريه، وبعدها شرطه كده كيفيه تخزين الزيوت العطريه. ازاي نخزنها؟ اولا الزيوت العطريه تتاثر بالحراره، لذلك انا لازم اما احفظها احطها في ازايز بعيده عن درجه الحراره. نمره اتنين، بعيده عن الضوء. طب بعيده عن الضوء ايه؟ يا اما اعمل زجاج احفظها في زجاج معتم، يعني زجاج لونه بني، لونه اخضر، لونه المهم ما يبقاش زجاج شفاف. وبعيدا عن الهواء، لان الزيوت العطريه هتتطاير وهتتاكسد، هتفقد قوتها، يبقى لازم احكم غلق الزجاج. يبقى دي ثلاث حاجات يحفظها كل واحد هيعمل زيوت: احكام الغلق، زجاج معتم بعيدا عن الحراره المرتفعه انها ممكن تخليها تتاكسد. الزجاج لابد يكون لونه داكن، وحتى في بعض الزيوت البذور زي زيت الزيتون يفضل، والكلام ده انا بقول لاخواني جميع، يكون الزجاج من الزجاج المعتم، اخضر معتم، عسلي معتم، هو ده اللي نحط فيه زيت الزيتون. طب بعض الناس يقولوا طب ما عندناش احنا الزجاجات اللي عملناها كان لونها، نقول طيب نغلف الزجاجه بورق، الورق ممكن نحط عليه اسم ونسبه التركيز، المهم ما نخليش الضوء ينفذ الى زجاجه الزيت. نخليها بعيدا عن متناول الاطفال. بعض هذه الزيوت بيكون بنقول كاوي، يعني من تركيزه بيكون ليه اثر على الجلد، فنحذر ان احنا نقربه للاولاد الاطفال الصغيرين. ويمكن يعني من الاشياء اللي يعني محزنه، وانا يمكن عملت برنامج بتكلم عن الاخطار في البيت، اختار البيت ان من الطب الامن لازم نامن ولادنا، والوقايه خير من العلاج. ما اجيش احط لهم زجاجه الزيوت العطريه جنبهم والاولاد اقرب شيء لايديهم هو فمهم، يعني نلاقي الطفل وهو لسه بيزحف بيمسك الشبشب بياكله، بيمسك الكوبايه، بيحط في ايده اي حاجه يجدها في البيت وهو بيزحف، فاحذروا نحطها في متناول ايدي الاطفال. الكبار شويه نعلمهم، نقول ما بينفعش ان دي ناخدها الا تحت اشراف حد كبير، الاسره. ليه؟ دي ممكن ناخد نقطتين على ميه، نقطتين ونضيفهم على زيت من الزيوت النباتيه الاخرى زي زيت دوار الشمس او زيت الزيتون. طيب الامر الثالث، احذر استخدام الزيوت العطريه بالقرب من العين، خصوصا الناس اللي يقول لك انا عندي هالات سمراء هنا انا عايز استخدمها، فيجي تروح داخله في العين، فده من الاخطار، تعمل التهابات. او يكون الزيت مركز جدا ويبدا يستخدمه للجلد فيعمل التهابات في الجلد. طب لو حدث كده، ودي بقى احنا عايزين نتكلم عن الوقايه، حدث ان واحد بيحط زيت او واحده بتحط زيت على الوجه وصل للعين، ايه اللي ممكن تعمله؟ اول شيء هو وضع زيت نباتي، يعني نجيب زيت زيتون، زيت دوار شمس، طبعا يكون نقي مش مقلي بيه قبل كده، ونحطه في المكان ونسرع، طبعا بنغسل العين بالماء الجاري ونسرع لطلب الرعاية الصحية. نفس الشيء لو حصلنا على الجلد وبدأ الجلد يلتهب او يظهر عليه احمرار شديد او علامات انه يكون في احتراق، يعني في زي حرق، لابد ان احنا نستخدم زيت نباتي علشان يغطي على مفعول هذا الزيت، ونذهب للبحث على الرعاية الصحية. بعض الناس يقول انا عايز استخدم الزيت علشان عندي التهاب مثلا في اللوز، هنقط في اللوز. لا، نقول الزيوت العطريه ما تستخدمش للاعضاء الداخليه، يعني ما يجيش واحد يقول ايه انا هعمل حقنه شرجيه بزيت كذا، لا، الحقنه الشرجيه ما تنفعش بزيت كذا، لان الاعضاء الداخليه ما ينفعهاش هذه الزيوت. واحد عنده جرح مفتوح في بطنه مش يقول لك انا هنقط زيت، طبعا الكلام ده مخالف للطب. احنا الكلام اللي بنقوله طب امن، يعني امنوا نفسكم بهذه المعلومات. ويمكن برنامجنا بيحمل صبغه التوعيه الصحيه اكثر من صبغه الوصفات الدوائيه.